مساء الخير مشاهدينا، ونرحب فيكم معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامج شباب قول وفعل. طبعا هذا البرنامج اللي نعرض لكم من خلال شاشة تلفزيون الكويت القناة الرياضية من يوم الأحد إلى يوم الخميس. ومساء الخير عبد الله. يمسيك الله بمثله هبة، وطبعا أكيد نرحب في السادة المشاهدين الأعزاء عبر شاشة تلفزيون الكويت، ونحب نذكركم بوسائل التواصل من البرنامج من خلال السناب شات شباب كيو اي تي في، أو الإنستغرام شباب كيو اي تي في، أو إيميل البرنامج شباب كيو 8@hotmail.com. نعم طبعا عبد الله، أكيد اليوم إذا بنتحدث وندردش شوي قبل لا ننتقل لتقاريرنا اليوم اللي مجهزينها لنا الإعداد، اليوم عبد الله الويكند، وأتوقع يعني بالنسبة لهذا الويكند الكل كان مترقبة خاصة بعد عودة الدوامات ومع موضوع البصمة، فنحس الحين ردينا شوي شوي رد للحياة، ونحس بمعنى أن اليوم خميس. طبعا لان في بصمه، فالحين الويكند صار ويكند. اما قبل ما كنا نحس بقيمه هذا الشيء، لكن الويكند غالبا ما تكون الرحلات فيه شنو بحريه. احنا دائما بالكويت اغلب الوناسه تكون عندنا وناسه بحريه، فبالفتره اللي فاتت شفنا المنظمات اللي قاعده تحافظ على البيئه وعلى نظافه الشواطئ، فاحنا دائما نقول لهم برافو عليكم، ودائما الشعب الكويتي سباق في هذه المجالات. نعم للامانه عبد الله، مثل ما ذكرت الحين رغم ان احنا الحين فعلا في فصل الصيف ووايد عندنا الحراره مرتفعه، وممكن بعد عندنا قابلنا بالفتره الاخيره رطوبه، لكن حلو ان احنا قاعدين نشوف التزام جميع المنظمات بالمحافظه على البيئه، وايضا الناس الامانه حتى اذا بنتكلم عن الناس اللي راحوا للشاليهات قاعدين نشوف الوعي شوي عندهم صار كبير، صاروا ينتبهون اكثر، ما ياخذون معهم الاغراض ويقعدون جبال البحر مثل قبل، يعني صار في نوع من التوعيه في هذا الشان. حلو اكيد ان احنا نحافظ على بيئتنا البحريه، كون مثل ما ذكرت ان عندنا فترة الصيف تعتبر فترة طويلة جدا، فبالتالي الفعاليات كلها تكون قريبة من البحر، فنحافظ على هذه البيئة على أساس أن هي تستمر أكيد لنا، وأنه ما يصير في نوع من نقدر نقول المخالفات أيضا في هذا الجانب. هبة، بنفس التاريخ هذا في تاريخ 9/9/2014 لقب الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح بقائد العمل الإنساني، وسميت دولة الكويت مركز للعمل الإنساني. اليوم نشوف هذه الألقاب دائما ما تكون من نصيب دولة الكويت ولله الحمد، ودائما احنا سباقين في هذه المجالات. نعم للأمانة عبد الله، يعني حتى يعني نقدر نقول دائما شباب الكويت يحرص على هذا العمل الإنساني وعلى العمالة التطوعية بحد ذاتها، وايد قاعدين نشوف لجان متعلقه في هذا الشان، قاعدين نشوف جهال صغار ايضا قاموا يدخلونهم اكثر نوع من التوعيه في الاعمال التطوعيه ومساعده الغير. انا بالنسبه لي احس الموضوع وايد صعب، ولازم نعلم الجهال من الصغر ان لازم ما يصير في نوع من ان انا اعطي شيء فبالتالي انا انتظر شيء مقابل هذا الشيء، لا، العمل الانساني ان احنا نحاول نساعد قدر المستطاع جميع الفئات المحتاجه اكيد لي يد العون في شتى المجالات. نقدر نقول هنا عندنا بالكويت يمكن كسوة الشتاء عندنا، في عندنا أيضا في فترة الصيف يوزعون مثلا ماء مستلزمات بالنسبة حق العمال الموجودين، خاصة فيما يتعلق في عمال النظافة في الخارج، فحلو أن نوعي حتى الصغار في هذا الشأن ويصير في نوع من التوعية لجميع الأعمال الإنسانية. على طاري العمل الإنساني هبة، في الأسبوع الماضي احنا شفنا الكويت أرسلت أكثر من 5 سيارات إسعاف وإطفاء وهالأمور لتركيا عشان إخماد الحرائق اللي كانت عندهم هناك، واليوم طبعا نشوف هم إرسال آليات ومثل هذا الشيء. فالكويت دائما نقول سباقة في هذه المجالات، خصوصا كان في العمل الإنساني أو الأعمال الخيرية. وفي هذا التقرير تعالوا معنا خلونا نشوف شنو الأعمال الإنسانية اللي قامت فيها الكويت، نروح نشوفها ونرجع لكم تالي. الكويت ومنذ استغلالها سنت لها نهجا ثابتا في سياستها الخارجية، ارتكز بشكل أساسي على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لكافة البلدان المحتاجة بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية والأثنية.
في تاريخ 9/9/2014 لقب الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقائد العمل الإنساني، وسميت دولة الكويت مركز للعمل الإنساني بسبب حرص الأمير الراحل على مد يد العون لأي عمل إنساني، وحث المواطنين والمقيمين على أرض الوطن المساهمة في الأعمال الإنسانية. وما زالت حكومة دولة الكويت سباقة في العمل الإنساني ومساعدة الجميع. في هذا التقرير تعالوا معنا خلونا نشوف شنو الأعمال الإنسانية اللي تحرصون وتحثون الآخرين عليها. طبعا الأمير راحل الله يرحمه، يعني هو كان قدوة، هو كان مدرسة بالنسبة لنا. احنا بصراحة ما قدرنا نسوي اللي سواه، صعب علينا يعني. احنا هو سوى اشياء يعني جليلة حق الشعوب الاخرى يعني غير الشعب الكويتي. شوف احنا اشياء اللي نقول انا اوصي فيها اهم شيء الاخلاق صراحة، الاخلاق اللي بيننا. والله مبادرات إنسانية ان نوقف مع الناس، مع الناس، مع الدول الفقيرة ومع الناس المحتاجة. يعني الصدقة عندك ومساعدة الآخرين، هذا أفضل طريقة. يعني نحن نحث الناس بشكل عام من ناحية الصدقات ومن ناحية التبرعات. الناس مو على خط واحد، في منهم الفقير وفي منهم المتقع الكلش ما هو لاقي شيء. فنحث الناس بشكل عام يعني يشوفون غيرهم من ناحية الصدقات. الناس رحمة الله عليه الأمير يعني لمساته باينة في هذه الأمور هذه زين، والشرف الكبير اللي طبعا رئيس الهيئة الأمم المتحدة اللي أعطى شهادة في كل المجالات الإنسانية والخير اللي عمل العالم هذه كلها. فإحنا ما نقايش عند الأمور اللي سواها الأمير راحل رحمة الله عليه صباح الأحمد الجابر صباح رحمة الله عليه الله يغم روح علينا، لأن الأمير الإنساني اللي قدم كل شيء للكويت وأهل الكويت والأمور هذه كلها. الجائزة اللي حصلناها الأمم المتحدة هي ليست لشخصي بقدر ما هي للكويت ولشعب الكويت. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير الجميل فيما يتعلق في قائد الإنسانية رحمة الله على بابا صباح. طبعا هو في مثل ما ذكروا جميع المشاركين في هذا التقرير عبد الله أنه هو فعلا كان مثال يحتذى به، وبالتالي يعني صار في عندنا وعي أكبر من ناحية الجانب الإنساني، والأعمال التطوعية أكيد انتشرت أكثر بعد نيل أيضا هذا اللقب بحد ذاته. أكيد لذلك سمي الأمير الراحل رحمة الله عليه وطيب الله ثراه الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح بأمير الإنسانية لكثرة أعمال الإنسانية في العالم من الشمال إلى الجنوب. يعني ماكو بقعة بالأرض إلا وتلاقين خير من دولة الكويت. فهذه كانت السياسة الخارجية، واليوم إحنا قاعد نكمل صحيح ما بدأه الأمير الراحل رحمة الله عليه. أكيد، ومثل ما ذكرت حلو الواحد أكيد أنه يكمل في هذا المجال. دائما نحب أن الكويت دائما تكون موجودة في مثل ما ذكرت الشرق والغرب في تقديم يد العون، سواء نقدر نقول من خلال منظمات أو سواء عن طريق صعيد الشخصي لكل من استطاع. طبعا عبد الله أيضا إذا متطرق لمواضيع اليوم عندنا في برنامج شباب قولوا فعل، دائما شيء جدا مهم ودائما نحب نحث المشاهدين بأهمية الاطلاع على الإسعافات الأولية. مو شرط أن أنت تذهب إلى منظمات وتأخذ مثلا شهادة في هذا الشيء، ولكن حلو حد إنه يثقف نفسه بشكل عام في شتى مجالات الإسعافات الأولية. أكيد طبعًا إحنا غالبًا هبة في هذه الفقرة في وايد أمور تعلمتها، يعني في شغلات اللي هي شلون الإنعاش لما الإنسان يغرق في البحر، شلون تنعشه، طريقة إخراجه من البحر. يعني في ناس لما يكون غرقان أنت تبي تطلعينه تلاقينه يعاقر وياك ما يخليك تطلعين. ففي طريقة شلون تسحبينه وتطلعينه على اليال، طريقة التنفس الصناعي إحنا دائمًا ما كنا نشوفه، بس اللهم على قولتهم قبلة الحياة إنه ينفع
تنفخ فيه وكذي، لكن في طريقه اي في طريقه حق الراس، في طريقه حق الصدر، فهذه الامور كلها استفدتها من خلال فقره الاسعافات الاوليه. نعم، وللامانه مثل ما ذكرت انا وايد صادفتني يعني الامانه في الفتره الاخيره اختناق الاطفال، ففعلا لو ما المعلومات اللي يقدمها لنا ابراهيم ملك، وفي طريقه انعاش الطفل، وفي طريقه استخراج اي شيء ممكن يكون عالق، جدا استفدت للامانه. ونقدر نقول ان هذا الموضوع كله يحتاج ثواني، يعني كلها ثواني بسيطه في انه يا ان الطفل بعيد الشر انه يفارق الحياه او انه ممكن يتم انقاذه. فمشاهدينا فعلا نقدر نقول ان من الاشياء المهمه ان الواحد يطلع بشكل عام على طريقه الاسعافات الاوليه، واهم شيء في الاسعافات الاوليه ان الواحد لا يخاف ويصير متوتر، لازم يتمالك اعصابه قدر المستطاع. احنا هذه مشكلتنا، ان لما تشوفين شيء قدامك وانت ما عندك خلفيه او باك جراوند عن الموضوع فراح تخافين، ما تعرفين شلون تنقذينه، شلون تنعشينه، شلون تسوين هالامور. كل هذا واكثر راح نتعلمه من خلال شنو؟ الاسعافات الاوليه مع فقره ابراهيم ملك. خلينا نروح نشوفها. حياكم الله معانا بفقرة جديدة من فقرات برنامج شباب قول وفعل. صيف وحر والكل راح يتجه إلى البحر وأحواض السباحة. للأسف إحنا كفنيين طوارئ طبية أغلب الحالات اللي نواجهها وكل الأطفال خصوصاً هي حالات الغرق. ترى والله سهلة تحمون أطفالكم، بس حطوا عيونكم عليهم، لا تغفلون عنهم ثانية، مو دقيقة، ثانية، يعني واحد اثنين راح الياهل أو راح الطفل مني. وشيء ثاني، تتجهون للبحر أمن وسائل السلامة والأمان اللي هي الطواقي النجاة، ترى سهلة، الطفاحيات اللي في منهم اللي ينفخون ويتجهزون للطفل. الطفل لا ينزل البحر مهما كان عمره، إذا بتكلم أنا على 5-6 سنوات أو 7 سنوات، حتى لو كان ملم في السباحة ومهارات السباحة لازم يلبس وسيلة للأمان. ليش؟ لأن الطفل هذا اللي يخته ما راح تكون عالية، والبحر ممكن يكون في حالة جزر، في حالة مد، في موج، في تيار ممكن ياخذه بعيد، وراح يرهق لو كان سباح راح يتعب. فبالتالي وسائل الأمان لازم تكون موجودة. إذا كنت طالع بقارب لازم يلبس طفلك اللايف جاكيت أو سترة النجاة. الحماية والوقاية أهم شيء في حالات الغرق. أنا قاعد أتكلم عن قبل وصولنا لحالات الغرق. إذا نفذتوا أو حطيتوا بالكم على الشغلات اللي قلتها راح نتفادى 99% من حالات غرق، وخصوصا غرق الأطفال. للأسف وأنا ما أحب أقول لكم الشغلة هذه، إن إحنا داشين على الموسم وراح تجينا مع كلامي هذا راح يجينا أخبار أو تجينا أخبار نسمع في حالة غرق، في حالة وفاة من حالة غرق. في حالة الغرق شفت مصاب قدامك أو سباح أو طفل قاعد يحاول النجاة، قاعد يحاول السباحة بس في حالة هلع وقاعد يأشرك تعال لي، لا تروح له إلا إذا كنت مدرب بطريقة أو مدرب على طريقة الإنقاذ. لازم يكون معاك حبل، لكن يكون معاك أنبوب، قطعة خشب طويلة إذا كانت المسافة أو العمق يسمح لي أني أمشي للمصاب. تعطيه الحبل، تعطيه طوق النجاة، تعطيه العصات، خليه يمسكها وركز عليه وصرخ قول له فلان امسك العصاية، بس يمسكها حاول تسحبه لبر النجاة. إذا كنت مدرب في أساليب ثانية بطريقة الإنقاذ نفسها. ولكن لما نتكلم الحين خصوصا عن حالة مصاب غرق ويابولك إياه إلى الشاطئ، أو أنت أنقذته ويبته إلى الشاطئ، شلون راح أتصرف معه؟
إذا تذكرون، وإذا كان فيكم واحد ملم بعملية الإنعاش القلب الرئوي ترى هي نفسها CPR تسمعوا فيها CPR، ولكن راح نضيف عليها شيء بسيط. إذا متأكد أنه غرقان وما يتنفس وفاقد الوعي راح نبدي بخمس نفخات، راح نعطي 1، 2، 3، 4، 5 ومن ثم راح نبدي البروسس لعملية الإنعاش القلب الرئوي. أذكر مرة ثانية، عملية إنعاش القلب الرئوي راح نضغط على الصدر 30 ضغطة ونعطي نفختين، ولكن ضفنا عليها شيء بسيط بالنسبة للغرق أني أعطي في بداية الأمر 5 نفخات. الحين راح نشوف التطبيق العملي على عملية إنقاذ الغريق عن طريق عملية CPR. جابولك الغريق على الشاطئ، أول خطوات اللي تسويها تضرب على أكتافه لمدة 5 ثواني أو 10 ثواني، هاي 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 هاي، ما رد عليك، أوكي، راقب لي تنفسه وراقب النبض نفسه لمدة 10 ثواني، ما يتنفس وما في نبض، إذن عندي 3 شغلات تحققت: غياب الوعي، غياب التنفس، غياب النبض. على طول تطلب المساعدة، تدقوا على الإسعاف، تدقوا على رقم طوارئ 112، تكشف الصدر، وقلنا احنا في حالة الغرق لازم ابلش او ابدا باعطاء 5 نفخات. احط البوكيت ماسك، ارفع الراس، اكرر هذه 5 مرات، خلصت ال5 نفخات، هني ابدي تحديد مكان الضغط وابدي عملية الانعاش القلبي الرئوي. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، راح اسوي 30 ضغطة في نفختين، 30 باثنين، 30 باثنين، ما توقف لحين وصول سيارة الإسعاف لك. رجعنا لكم مشاهدينا، وكل الشكر للمسعف إبراهيم ملك على كل المعلومات المميزة اللي قدمها لنا في فقرته. حابين نرحب معاكم اليوم أبي ضيفنا الموجود معنا الدكتور مهندس مشعل العتيبي، طبعا حاصل أول نقدر نقول كويتي وعربي يتم اختياره من قبل منظمة One Young World من بين 55,000 مشارك و 190 دولة مشاركة. طبعا هذا يعتبر جزء من إنجازات ضيفنا اليوم، رح نتعرف معاه أكثر في هذا اللقاء. طبعا جدا سعيدين بتواجدك معنا. حياك الله أختي هبة، ومسي عليك بالخير، وكذلك على أخوي عبد الله، وأنا سعيد جدا بتواجد معكم اليوم. أمس عليك أخوي مشعل، وشرفتنا اليوم بوجودك معنا في برنامج شباب قول فعل. وبالبداية خلنا نتكلم عن اختيارك سفيرا للقادة الشباب على مستوى العالم. هو سبب الاختيار جاء بناء على إنجازات الأخيرة اللي حققتها في مجال البحث العلمي. في صيف 2018 شاركت في المؤتمر الأوروبي الثاني للهندسة من بين 500 باحث و 54 دولة مشاركة على مستوى العالم، والله الحمد حققت جائزة أفضل بحث علمي. وكذلك إنجازي في المؤتمر الأوروبي الدولي، عفوا المؤتمر الأمريكي الدولي الثالث اللي كان في واشنطن دي سي، والله الحمد يعني من بين 600 باحث و 62 دولة مشاركة على مستوى العالم حققت جائزة أفضل بحث علمي وثاني أفضل مشاركة ممثلا عن دولة الكويت، وبالإضافة إلى عملي التطوعي خلال دراستي الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية وانضمامي للعديد من الجمعيات الأمريكية، منها جمعية الآشري اللي هي American Society for Heating, Ventilation and Air Conditioning، ومؤسسة الإضاءة الأمريكية، وكذلك مؤسسة الهندسة المعمارية في شيكاغو. فكل هذه الإنجازات اللي حققتها كان لها الأثر الكبير أن يتم اختياري سفير القادة الشباب من بين 55,000 شاب وشابة من 190 دولة في قمة عالم شاب واحد أو One Young World اللي قيمت في لندن في 2019، من بين العدد الكبير يعني من الشباب يعني من 190 دولة بحضور قادة ورؤساء من مختلف دول العالم. وهذا المؤتمر يعني كان السبب وراء إقامته هو تحفيز الشباب على تقديم اقتراحاتهم ومبادراتهم لأصحاب القرار في بلدانهم، أساس أنه يتم تسريع عملية التنمية في بلدانهم.
والهدف من المؤتمر هذا كذلك هو تعزيز ثقافة والإبداع والابتكار لدى المجتمعات وتطوير المجتمعات للأفضل. فهذا السبب اللي وراء إقامة المؤتمر هذا، هو أن يبينون الطاقات الشبابية الموجودة في أغلب بلدان العالم. نعم طبعا أكيد إنجازات عظيمة نقدر نقول، وأيضا بالنسبة لفكرة اللي قدمتها لهذه اللجان بحد ذاتها، وأيضا مثل ما ذكرت الفكرة الأساسية والهدف الأساسي سامي من سبب إقامتهم، كل هذا الشيء يعتبر بالنهاية إنجاز لك وأيضا إنجاز لدولتنا الحبيبة الكويت. طبعا أكيد مهندس مشعل إحنا بنستمر معك في هذا اللقاء، ولكن في عندنا تقرير معد من قبل الإعداد، رح نتجه لهذا التقرير ثم نرجع معك. المهندس مشعل العتيبي أول كويتي وعربي يتم اختياره سفير للقادة الشباب من بين 55 ألف مشارك على مستوى العالم من 190 دولة من قبل منظمة عالم واحد One Young World العالمية. هذا الاختيار يؤكد أن قدرة الشباب الكويتي على التميز في مختلف المجالات. وقد حصل المهندس العتيبي على الكثير من الجوائز العالمية في شتى المجالات، منها جائزة أفضل بحث علمي في الهندسة المعمارية من بين 600 باحث على 54 دولة على مستوى العالم. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد هذا التقرير اللي تعرفنا من خلاله أكثر على ضيفنا المميز الدكتور مشعل العتيبي اليوم. مشعل، كونك سفير للقادة الشباب أكيد هذا المنصب يتطلب الكثير من السفر خارج الكويت، وبسبب أزمة فيروس كورونا تعطلت الأمور، يعني وايد أثرت علينا، فاليوم شلون قدرت تتعامل مع هذا الموضوع؟ من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال كذلك المايكروسوفت تيمز، حرصنا أن نخلي اللقاء يكون عن طريق السوشيال ميديا بشكل أسبوعي أو بشكل شهري على حسب ما وزعتنا المنظمة. يعني اقترحنا أن يكون العالم كله كريجن، نأخذ على سبيل المثال الوطن العربي اللي هو ميناء ميدل إيست أند نورث أفريكا، فحاولنا أن نختار وقت مناسب أساس أن نقيم هالورش ونتبنى اقتراحات الشباب ومبادراتهم على أساس أن نلقى حلول للمشاكل اللي تواجههم. وأنتم عارفين يعني بسبب الكورونا والجائحة يعني منعتنا من إقامة الملتقيات العلمية والورش اللي ممكن أنها تثري الشباب العربي يعني بشكل خاص وشباب العالم يعني في أمور كثيرة من المشاكل اللي واجهونها بشكل يومي. فعن طريق السوشيال ميديا هي كانت أفضل حل لنا أن نقيم الملتقى هذا. نعم طبعا أكيد السفر جميل، وخاصة إذا كان يعني مصحوب بتبادل الخبرات وأيضا تبادل الثقافات ومحاولة أكيد استنتاج الحلول المناسبة. مثل ما ذكرت أنتم تواصلتم مع بعض عن طريق مايكروسوفت تيمز وحاولتوا كثر المستطاع أن أنتم تلاقون الوقت المناسب في تبادل هذه الخبرات. طيب مشعل، إذا احنا بنتكلم أيضا أكثر عن بحثك وعن أكيد التطورات اللي حدثت في خلال الأعوام السابقة إلى الآن، يا ريت تحدث المشاهدين أكثر عن هذا البحث وشلون قدرت تطوره ليومنا هذا. هو بحثي يساهم بشكل أساسي في دعم شيئين رئيسيين، هو تخفيض نسبة الطاقة المستهلكة من 100% إلى 60%، وكذلك يساهم في تقليل نسبة التلوث اللي ناشئ عن حرق الوقود الأحفوري في محطات توليد الكهرباء اللي يبعث غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى يعني مضرة، وهو السبب يعني في ظاهرة الاحتباس الحراري في جميع يعني أنحاء دول العالم. يعني نشوف يعني حاليا أوروبا وأمريكا منها حتى يعني دول
الاسكندنافية قاعد تعاني من هالحرارة، رغم أنها يعني الدول الاسكندنافية من أفضل الدول في استخدام الموارد الطبيعية منها سدود المياه وغيرها. فلا بد أن نتحرك في الموضوع هذا، واللي أنا شفته أن نسبة التكييف في جميع بلدان العالم تستهلك نسبة 75-80%، هذه نسبة كبيرة جدا يعني. فقلت ليش ما أتعمق في البحث هذا، فأرجع لكم بالوقت شوية وراء. في 2009 أول ما وصلت أمريكا شفت أنظمة توزيع الهواء عندهم موجودة على البلاط، يعني هذا أول مرة أشوفه بالأرض. بالأرض إيه، فهذا يعني اللي أثار شغفي، يعني ليش موجودة في البلاط، يعني اللي متعود عليه في دول الخليج والوطن العربي أن التكييف كله موجود على السقف يعني. صحيح. فهذا الشيء اللي دعاني أني أخذ كلاسات منها ثيرمال البيلدينج ثيرمال ساينس، وكذلك الثيرموديناميكس الديناميكا الحرارية، أساس أني أعرف ايش الاسباب والهيت ترانسفير كذلك اللي كان له يعني الشيء والاثر الكبير اني اختار موضوع البحث هذا. وبحثي بشكل مبسط هو يبحث ويقيم تحليل وكفاءه واداء انظمه توزيع الهواء في المباني ومدى تاثيرها على الراحه الحراريه. فبكل بساطه احنا قاعدين الحين في الاستديو نحس انه بارد شوي الاستديو. صحيح. ليش؟ في اجهزه عندنا تبعث حراره كثيره، فلا بد اني ابعث حجم هواء وسرعة هواء مناسبة على أساس أن الأجهزة عندي ما تخرب، كذلك الإضاءة، معدات التصوير، هالأشياء هذه تبعث حرارة كثيرة بما فيها الأفراد يعني الموجودين في المساحة. فلا بد أني أعرف استخدام المساحة، الأجهزة اللي موجودة في المساحة، نوعية النشاط في المكان هذا على أساس أني أحدد حجم الهواء اللي أدزه وسرعة الهواء وأقلل بالتالي نسبة الطاقة الكهربائية المستهلكة. فهذا مو فقط بس على المباني العامة والمباني التجارية، كذلك على المباني الخاصة ممكن المستهلك يعرف قيمة فاتورته. صحيح. والله أنا ما أبي أستهلك هالكم الكبير في التكييف في الموضوع هذا، فممكن أني أقلله يعني نسبة يعني مو بسيطة 40%، يعني هذه نسبة حيل جدا ممتازة. طبيعي. صحيح انك انت تكون موفر على هالطاري. هذا مهندس مشعل، ان في وقت البنيان لما تبي تبني البيت. صحيح. لو تروح حق شركات التكييف يقول لك كم مساحه الغرفه عشان اعرف كم طن اعطيك. صدقت. يعني الاطنان تقاس على مساحه الغرف وعلى يعني هي حسبه، ما هي الموضوع مو سهل. اكيد. هي تسمى الكيوبيك بير فيت متر، على اساس انك تحسب او رول اوف ثامب على اساس انك تحسبها بشكل مبسط، هي مساحه العرض والطول بالارتفاع، يحسبوا لك السي اف ام اللي تحتاجه او حجم الهواء اللي لازم تدفعه في المساحه هذه بغض النظر عن نوعيه الافراد اللي موجودين. وطبقا للاشر ستاندر اللي هي امريكان سوسايتي فور هيتنج وينتليشن اير كونديشنينج، ان اساس انك تحقق ثيرمال كومفورت زون او منطقه مناسبه حراريا، ان عدد الاشخاص المتواجدين، لنفرض ان 10 موجودين في المساحه هذه، اذا 8 منهم على الاقل كانوا مرتاحين من ناحيه الراحة الحرارية، إذا إحنا حققنا ما يسمى بثيرمال كومفورت زون أو منطقة مناسبة حراريا. وثيرمال كومفورت هو مدى تفاعل أجسامنا مع البيئة اللي حولها، سواء كانت حارة أو باردة. إذا جسمنا فقد حرارة راح نحس بالبرودة، إذا اكتسب حرارة راح نحس إنه والله الجو حار. فهذه بكل بساطة الثيرمال كومفورت. مهندس مشعل، مثل ما ذكرت يعني من 2009 ابتدى عندك هذا الشغف إلى يومنا الحالي، فبالتالي تعتبر ما شاء الله من الأشخاص النشيطين اللي يحبون يبحثون، يحبون أكيد يطورون من الإنجازات اللي يقومون فيها. فمع أوضاع كوفيد 19 وأكيد يعني الشت داون اللي صار عندنا هني في العالم بحد ذاته، أكيد أعطاك حافز ودافع أكثر أن أنت تتطرق، نقدر نقول لي البحث بصورة أكبر، الطورة بشكل ممكن يكون مناسب ايضا للوضع الحالي. فهل حدث اي من هذا القبيل؟ نعم، انا دخلت سالفه اللي هي او ما يسمى بالاندور اير كواليتي، كذلك يعني ممكن نطبقه على المستشفيات، يعني في العنايه المركزه او الاجنحه اللي موجود فيها مثلا
كوفيد 19 ان نقلل من الكونتامينيشن او العدوى انها تنتشر بسرعه. فمجرد من الهواء يدخل في المكان هذا احاول اني اتخلص منه، ما ارجع ارده مره ثانيه للاير هاندلنج يونت وان ادخل وياها فريش اير 30% فريش اير على اساس اني ابعث للمكان. لا، مجرد ما يدخل في المكان هذا على قولتهم 100% in 100% out. فمجرد ما يدخل في المكان هذا والمكان اللي متعرض فيه contamination او حتى في اماكن العمل العامه، ممكن بعض الناس تصيبهم انفلونزا ولكن سبحان الله مناعاتهم قويه فما يحسون بالشيء هذا وينقلون العدوى. فانا اشوف الافضل حل ان نعزز من الاندور اير كواليتي او الصحه العامه في جميع مباني الدوله بما في ذلك المباني الخاصه المولات وغيرها، لان كلنا نشارك في هذه المباني فممكن الواحد ينقل العدوى من غير وعي منه. فالاندور اير كواليتي جميع العالم متجه له، وخصوصا يعني جائحه كورونا عزت عندنا الشيء هذا انه لابد ان ننتبه للشيء هذا كذلك. وهذا الحالي اللي انا قاعد اشتغل عليه ان شاء الله وباذن الله في طور الانتهاء باذن الله. نعم اكيد. والامانه يعني عبد الله حتى يعني نقدر نقول ايضا الساده المشاهدين فيما يتعلق بالفيروس اللي انتشر صار في نوع حتى من الوعي ان الاهل ما كان عندهم مثلا غرف للعزل، فبالتالي مثل ما ذكرت واحده من المشاكل اللي واجهت نقدر نقول اللي واجهتني على صعيد الشخصي ان انحجرت في الصاله فكان الاير كونديشنينج متصل بالغرفه الثانيه فصار ومع انه يعني نيجاتيف النتيجه ولكن كان خوف يعني خالتي اللي بالغرفه الثانيه كانت وايد قاعده تخاف انه ممكن ينتقل عن طريق الهواء. ففعلا هذا شيء اتوقع يعني something we need، شيء نحتاجه فعلا في الوضع الحالي وايضا للمستقبل نقدر نقول على صعيد المستقبل. طيب بالنسبه ايضا لهذا نقدر نقول الفكره وهذا المشروع، هل تم تطبيقه؟ هل ابتديت ان انت تكبر من وتعزز من هذه الفكره؟ والله الى الان يعني انا البحث عرضته على مؤسسات يعني في الدوله ولكن الى الان ما حصل يعني تبني البحث، ولكن ان شاء الله نتامل قريبا ان احد يتبنى هالبحث هذا، خصوصا انك ما تفضلتي اختي هبه يعني على السكن الخاص مثلا اللي ذكرتيه الظرف. نعم. اللي ذكرتيه قبل شوي ان الصاله يعني انا دخلت بيوت ما كان فيها اصلا دكتات ريتيرن يعني بس سبلاي الريتيرن، لا والله في ماكينه بس هي تشفط الهواء زين، الترسبات هذه والمولز اللي تكون عندي يبقى بالديكور يبقى بالتكييف، فيعني هو نوع من قصور من الشركه، فلا بد ان نوعي المستهلك كذلك ان كذلك يعني البحث اللي انا سويته وهو مو بس موجه للمهندسين والمقاولين، لا اصحاب البيوت كذلك. صحيح. انه يكون عنده جايد، والله انا عندي نسبه التكييف اللي احتاجها كذي، الماكينه اللي احتاجها كذي، والتكلفه اللي راح تطلع علي الاجماليه السعر الفلاني. فهو كجايد راح يكون لهم. وعلى اساس انه يسهل عليهم الاختيار وما يكون في نوع من التلاعب سواء من المقاولين او بعض المهندسين، يعني اساس انه يكون في نوع من الوعي. نعم. لدى المستهلك. نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن الانجازات والالقاب هذه مهندس مشعل. بالبدايه شو اللي حببك في هذا المجال؟ ليش معنى اخترت الهندسه هذه؟ ليش ما تخصصت في شيء ثاني؟ والله هذا راح اردك في الوقت الى مرحله المتوسطه تقريبا. يعني عندي استاذ الله يعطيه الصحه والعافيه، انا ما ادري اذا كان موجود ولا، ولكن يعني كان له الاثر الكبير للامانه اخوي عبد الله واختي هبه يعني يكون مشعل العتيبي في اختيار التخصص هذا. كان في عندنا يوم النشاط في مرحله المتوسطه واستاذ اعتقد اسمه عبد الله انصاري اذا ما خاب ظني قال لي مشعل في مشروع ودنا نسويه وهذا، ايش رايك تفكر لك بشيء يعني نشتغل فيه بالنشاط ما دام انه يعني ما عندنا شيء يعني في الاسبوع هذا. نعم. ففكرت ورديت له بحكم قدرات اللي امتلكها في العمر الصغير هذا، قلت يعني ابي اسوي لي نفس البيرت هاوس. حلو. فقلت قال لي يلا فكره جميله وتوكل على الله. والله ورحنا الورشه، الامانه كان جدا يعني متعاون، كان يوجهني فقط، يقول شغل ما راح اشتغل وياك. حلو. بس انا وجهك افتح
افتح الجهاز هذا، حط الخشب، قص الخشب هذا بزاوية 30 زاوية 40، فكان يوجهني. ولكن الأمانة يعني أعطاني المساحة أني أبدأ، فتح لي المجال. فيعني هذا اللي حنا محتاجينه يعني. والأمانة على المعلمين كلهم فيهم خير والبركة، فما نقيسها فقط على المعلمين، نقيسها على جميع المؤسسات الدولة. إذا كان عندك ناس مبدعة ومنجزة لابد أنك تستفيد منهم، افتح لهم المساحة أن يبدعون. فشبابنا الأمانة منجزين، والأمانة فيهم الخير والبركة، وهم الأمل والطموح يعني في تحقيق رؤية الكويت 2035. فنعم أو الدرايف أو اللي خلاني أختار الهندسة المعمارية هو أستاذي الأنصاري الله يعطيه الصحة والعافية، وكذلك يعني تطور الشيء وياي في مرحلة متوسطة من خلال المقرر الصناعي، بديت أدخل في المواد وجودتها وكفاءتها. نعم. فكان الطريق واضح عندي من المتوسطة ثانوية هني، بعدين الثانوي رحت المقررات. صحيح. فعشان كذي تشعب صناعي. بالضبط. وكان المجال هني مفتوح لك أكبر. جدا جدا. يعني على مصراعيه نقدر نقول. صحيح. سبحان الله. احنا دائما نقول الشباب الكويتي شنو منجز ومعطاء. نعم فعلا. ونشكر طبعا الأستاذ عبد الله الأنصاري على قولتك الله يذكره بالخير، ويعطيه ألف صحة وعافية إنه أعطاك الفرصة إن احنا اليوم نشوف نجم مميز مثلك. نعم للأمانة مهندس مشعل، أكيد إحنا جدا فخورين كونك أنت في هذا العمر وأيضا في هذا الطموح والإنجاز اللي قاعد تبذله على الصعيد العالمي، يعتبر بحد ذاته شيء جميل ونفتخر فيه أكيد إحنا هنا عندنا بالكويت. طيب مهندس مشعل، إذا بنتكلم عن أكيد في بداية هذا المشوار إلى يومنا الحالي، واجهتك تحديات نوعا ما اللي خلتك أكيد وعطتك حافز أكبر إنك تنجز وتبذل في هذا الإنجاز، فيرد تستذكر لنا بعض هذه نقدر نقول الصعوبات اللي واجهتك خلال هذه الرحلة. والله الأمانة يعني في المؤتمر الأول اللي شاركت فيه في باريس في 2018، أنا وصلتني الدعوة عن طريق جامعتي University of Kansas، بلغتني مرشدتي الأكاديمية قالت لي مشعل في مؤتمر وحنا نرشحك، وما شاء الله يعني بحثك متميز، وحنا ككلية يعني متبنينا هالبحث هذا، ولكن بشروط معينة أن يأخذون البحث يعطوني 100,000 وذات ست يعني. فقلت لهم لا يعني البحث اللي فبشارك فيه اسم الكويت في المؤتمر هذا. قال ما في مشكلة، بس على الأقل يعني بلغهم أنك سويت البحث هذا في University of Kansas. فبالفعل يعني شاركت في المؤتمر هذا، والأمانة يعني من غير أي دعم يعني، ولكن هذا ما منعني اني احقق اللي ابيه كون اول مؤتمر شاركت فيه. والله الحمد يعني الفرحه والكلمات تسقط صراحه عن التعبير عن فرحتي في يوم الاعلان في المؤتمر هذا عن فوزي في المركز الاول من بين 500 باحث. ولكن اذكر لكم قصه صارت لي خلال المؤتمر في المرحله النهائيه. مرت يمي وحدة أمريكية من جامعة ميشيغان، أول ما خلصت عرضها ومرت يمي قالت لي مشعل forgetted your mother tongue is not English، يعني قالت لي لغتك الأم مو الإنجليزية. قلت لها يعني ما تفرق وعي يعني first second third يعني كلهم أمور مشرفة يعني، كن وصلت أول مؤتمر أشارك فيه. يعني أول ما أعلن النتائج صراحة فرحتي كانت كبيرة جدا، ولكن في المؤتمر الثاني للأمانة أنا أوجه له كل الشكر للأمانة معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة شؤون الشباب، كان أول من هنأني في مؤتمر باريس، وأول من دعمني في مؤتمر أمريكا أيام ما كان مدير عام الهيئة العامة للشباب. والأمانة يعني كان له الفضل في تحقيق هذا الإنجاز الثاني اللي كان في جامعة University of District Columbia في واشنطن دي سي. والأمانة يعني معالي وزير الدولة لشؤون الشباب ومعالي وزير الدولة الإعلام والثقافة، الأمانة من أول الداعمين للشباب، احنا استبشرنا خير في استلامه لحقيبة الإعلام والشباب. الأمانة دائما يدعم الشباب ويحفزهم،
ويسمع لاقتراحاتهم ومبادراتهم، فله منا جزيل الشكر للأمانة. أكيد أنت تستاهل مهندس مشعل، وهذه ما هي غريبة على السيد عبد الرحمن البطيري، وهو دائما يعني سباق في هذا المجال وداعم للشباب الكويتي في جميع المجالات. لكن أمس انطلق مجلس الشباب، خلنا نتكلم عنه شوية. صحيح، الأمانة أنا فرحت أول ما أعلنوا عن النتائج، والأمانة هو المجلس معني بأمور الشباب، معني في تبني اقتراحاتهم ومبادراتهم وإيصالها لأصحاب القرار في الدولة، وهو مكتب استشاري جهاز رديف الجهاز التنفيذي للدولة، ومثل ما ذكرت لكم إخواني هو معني في إيصال اقتراحات الشباب لأصحاب القرار في الدولة. هو تقريبا تكون 36 عضو في 6 محافظات، 6 أعضاء بحد أقصى أن يكون في المجلس، عفوا بحد أدنى أن يكون 2 من ذوي الإعاقة يكون لهم ممثلين في المجلس. وأعلنوا أمس في مركز جابر الثقافي، وأنا أتمنى لهم كل التوفيق، وفيهم من خيرة الشباب إن شاء الله، ونتمنى أنهم يدفعون إلى الأمام إن شاء الله على أساس أن نطور الحركة الشبابية في الكويت وننميها قدر الإمكان إن شاء الله. اللهم آمين، نتمنى نعم. هالشيء هذا طبعا. نعم أكيد طبعا. للأمانة مهندس مشعل جدا استمتعنا معك بهذا اللقاء وكل اللي قدمت لنا، وأكيد أيضا بالنسبة للسادة المشاهدين في أنك رفعت نقدر نقول علم الكويت في هذه المحافل، وأيضا حصولك على هذه المراكز المشرفة، كل الشكر لتواجدك معنا اليوم. الله يعطيك العافية أختي هبة، وكذلك أشكر أخوي عبد الله، وشاكر لكم جدا على الاستضافة. حقي واجب يا مهندس مشعل، مشكور وما قصرت، وإن شاء الله نشوفك منها للأعلى يا رب العالمين. الله يعطيك الصحة، مشكور وما قصرت. بكذي يا أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية هذه الفقرة، وعندنا فقرة حصاد الأسبوع، خلونا نروح نشوفهم بعدها راجعين. في فقرة حصاد الأسبوع نجمع لكم أهم الأخبار المحلية الرياضية التي تصدرت مانشيتات الصحف وعناوين الأخبار. عاد إلى أرض الوطن وفد منتخبنا الوطني للناشئين لكرة السلة بعد مشاركته في بطولة الخليج 16 للناشئين التي اختتمت في البحرين، وتأهل الأزرق من خلالها لنهائيات آسيا، وخسر منتخب الناشئين لكرة السلة في المباراة النهائية أمام البحرين بنتيجة 53-59. غادر فريق النصر لكرة القدم إلى القاهرة للقيام بمعسكر لمدة 2 ضمن خطة استعداده للموسم الجديد، وغادر الساحل إلى تركيا للدخول هناك إلى معسكر تدريبي استعدادا للموسم الجديد. وتم تغيير مسار وجهة فريق القادسية لكرة القدم من جورجيا إلى تركيا بسبب بعض القيود التي تفرضها دولة جورجيا في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا. استقر الأمر بشكل نهائي على انطلاق الموسم الرياضي المقبل 2021-2022، حيث تستهل بطولة كأس صاحب السمو أمير البلاد منافساتها يوم 10 سبتمبر المقبل. يذكر أن البطولة أجريت قرعتها الموسم الماضي بعد تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، وستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة من الدور 16 إلى الدور النهائي. حدد اتحاد كرة السلة الثالث من أكتوبر المقبل موعد لانطلاق الدوري الممتاز، على أن ينطلق دوري الدرجة الأولى في اليوم التالي أي 4 من الشهر ذاته.
مشاهدينا هذه كانت فقرة حصاد الأسبوع، كل التوفيق لكل المشاركين أكيد في جميع البطولات. مشاهدينا أيضا وصلنا اليوم عبد الله إلى ختام حلقتنا، جدا استمتعنا بلقاء ضيفنا وكل التقارير اللي تم تقديمها. أكيد طبعا احنا استفدنا الكثير اليوم المهندس مشعل، وفقرة كانت جدا جميلة، لكن بكذي وصلنا للنهاية، على أمل إن شاء الله نلتقي وياكم يوم الأحد المقبل. دائما نقول عندك مبادرة، عندك فكرة، عندك أي مشروع شبابي، مالك إلا برنامج شباب قول وفعل. نتقي وياكم يوم الأحد في أمان الله.